ينضم معنا من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى كامل، بداية مرحبا بك. يوم جديد شهدت فيه ساحات الثورة تظاهرات حاشدة في جميع المدن المنتفضة، كيف تقرأ مواصلة الشارع العراقي زخمه ومواصلة تظاهراته على الرغم من القمع الحكومي والميليشياوي المفرط ضد المتظاهرين السلميين؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. عندما خرج هؤلاء الشباب الثوار في الأول من تشرين الأول الماضي، كان من الواضح منذ البداية أنهم لن يعودوا إلى منازلهم دون أن يحققوا مطالبهم وأهداف ثورتهم التي انتظرها العراقيون كثيرا، وانتظرتها كل الخيرين انتظروا حقيقة هذا العمل الثوري الجبار الذي يحدث في العراق منذ 4 أشهر. لذلك لن يعود هؤلاء الشباب إلى منازلهم دون تحقيق هذه الأهداف. بالنسبة لي لم تفاجئني هذه الأعداد الكبيرة التي تتدفق يوميا في كل ساحات الاعتصام وأماكن التظاهر وفي كل شوارع ومدن العراق وساحاته، مدن العراق الثائرة في هذه المرة، لم تفاجئني على الإطلاق. من المعروف أنه ليس شرطا أن تكون وتيرة التواجد في ساحات الاعتصام والتظاهر يعني على نفس الوتيرة في كل يوم، ولكن نحن نجد يوميا هناك يعني المزيد من فعاليات العصيان المدني والإضراب العام والاعتصامات الطلابية والمظاهرات والتجمعات، وبالتالي يعني الشعب العراقي يعبر عن رفضه لهذا النظام أو هذه العصابة المتحكمة به منذ 17 عاما بكل الوسائل وبقوة وإيمان وثقة بالنصر إن شاء الله. طيب أستاذ مصطفى، دخول الطلبة على خط التظاهرات في موجة جديدة، إلى أي مدى يمكن أن يعدوا بيضة القبان إن صح التعبير؟ يعني دائما الطلبة والشباب من خلال ممارسات الإضراب العام والاعتصامات الطلابية يعني كانوا وقودا للثورات التي شهدها العراق وشهدتها أقطار عربية أخرى بل ودول العالم. الشباب دائما هم نبض الشارع وهم أمل المستقبل وهم من يحقق المستقبل ومن يبني هذا المستقبل، ولا شك أن هذه الطبقة الواعية يعني هي كما يقال بيضة القبان. نعم. فعلا في التحولات الثورية الكبرى. طيب أستاذ مصطفى، إصرار الحكومة على استخدام العنف على هذا النحو بما تفسره؟ أنا حقيقة منذ اليوم الأول اللي يعني اندلاع ثورة تشرين المباركة قلت أن هذه العصابة التي تتحكم بالعراق وصلت إلى طريق مسدود أو تعبر كل إجراءاتها عن انتحار حقيقي لها، لذلك هم لا يملكون في مواجهة هذه الثورة الشعبية السلمية الرائعة إلا استخدام عوامل العنف والإرهاب والإجرام بأقسى صوره بحق المتظاهرين، وقد رأينا مئات الصور والأفلام التي تؤكد إرهاب وإجرام هذه العصابة بحق العراقيين عندما يقتل الشباب والأطفال والكبار السن، وعندما تختطف النساء ويقتل الجميع بآلة قمع وإرهاب حقيقية في مواجهة شارع منتفض مسالم يريد تأمين حقوقه المشروعة، ولا يريد يعني حقيقة الحصول على أشياء خيالية، هو يطلب أمنا واستقرارا وسيادة وكرامة، وهذه مطالب يعني تعد من أبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها في العالم. تمسك المتظاهرين أستاذ مصطفى بالسلمية حتى الآن ورفضهم الدعوات لحمل السلاح، ما مدى أهمية تمسكهم بالسلمية؟ لا شك أن هذا الخيار الذي اتخذته قيادة الانتفاضة الشعبية ومن خلال
يعني أجهزتها ودروعها التنفيذية في كل المحافظات هو قرار صائب، لأنه عندما تحمل السلاح فإنك تبرر للطرف المقابل وهو سلطة المنطقة الخضراء أو عصابة المنطقة الخضراء، تبرر لها استخدام السلاح ضدك. أنت في النتيجة أنت متظاهر مسالم تعبر عن رغبتك في الحصول على حقوقك المشروعة، وهذه الحقوق المشروعة يعني يجب أن يقف معها العالم، والعالم لا يقف مع حركات مسلحة تقوم بأعمال يعني عسكرية أو شبه عسكرية هنا أو هناك، لكن هذا لا يمنع من أن يقوم المتظاهرون وفق آليات معينة ووفق إمكانيات كل ساحة وكل يعني منطقة بعينها، يقومون بالدفاع عنهم عن أنفسهم، لأن حق الدفاع عن النفس هو حق المشروع، ولكن دون استخدام السلاح يمكن أن يقوموا بحماية أنفسهم والدفاع عن أنفسهم وتأمين هذه المناطق من خلال إجراءات معينة يتم اتخاذها، وهذه حقيقة كما قلت يعني يتم اتخاذها ميدانيا وتقرر وفق حاجة كل ساحة وكل منطقة بعينها. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا من إسطنبول.